بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد الرامي وقد تقني الحديد. للتو طلعنا من الايفنت خاص بالمساي حق اللابتوبات والاشياء الخاصه بالجيمنج. ممكن ابرز شيء في الايفنت اللي هو الجي تي 80، الشيء هذا اللي اعلنوا انه تقريبا في سيس 2015 اللي تو منتهي. يعني الجهاز هذا جاء على طول من امريكا الى السعوديه عشان المؤتمر هذا. الجهاز زي ما ذكرت لكم في الموقع انه، او زي ما ذكرت لكم سلطان في الموقع انه، يتميز بلوحه ميكانيكيه، لوحه مفاتيح ميكانيكيه. فممكن هذا مهم جدا بالنسبه للجيمرز واللي يلعبون كثير، يعني لوحه المفاتيح بتكون شيء مهم بالنسبه للجيمرز. غير كذا ان الحاسب يتميز بمواصفات جدا ممتازه، نتكلم عن 4th generation انتل كور i7 4720 اتش كيو 2.6 جيجا هرتز، كلام من جي تي اكس 980 ام اس ال اي، الرام 16 جيجا، الشاشه 18.4 فل اتش دي، نتكلم برضو عن 128 جيجا اس اس دي، نتكلم 720 جيجا بايت اتش دي دي، غيرها الكثير من الميزات الموجوده في هذا الحاسب. الحاسب يتميز ايضا بتصميم يسمح لك انك تغير فيه بكل سهوله. يعني مثلا المساحه هذه كلها لو بتفتحها تلاقي فيه الرام والاس اس دي، تقدر تشيلها بسهوله عشان تسوي ابجريد للجهاز. طبعا الجهاز بيتوفر في منتصف الشهر المقبل، حيكون سعره تقريبا يبدا من 15000 ريال حسب المواصفات اللي انت اختارها. كذا نكون انتهينا، ترقبوا المراجعه الكامله لهذا الجهاز، لان يعني هذا فقط نظره بسيطه. فاشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.